هذا الفيديو من الهند ويتداوله عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، والقلق يدفعهم للتساؤل: هل ستصبح جوانب سكك القطارات في بغداد كما في هذه المشاهد بعد أن خصصتها وزارة النقل لمستثمرين لإنشاء محلات تجارية بحسب ما تكشفه هذه الوثائق؟ احنا تفاجأنا كمجلس محلي لحي الأندلس بأنه جونا أشخاص جايبين كتب من السكك أنه يأجرون المحرمات اللي يعني هي هاي القطعة. احنا كأهالي دفاعا عن يعني حقوقنا بالمنطقة، أو نعتبر هذا شيء تابع لبلدنا يعني من هالناحية، ولا احنا ما يهمنا إذا الدولة تريد تأجرها تأجرها، لكن هي في كل أحوال إذا هي الدولة تعتبر هذا شيء محرم شلون تأجره؟ إذا هذا تلاعب أو تزوير. فأدعو المفتشيات في الوزارات، الجهات الأمنية يراقبون هاي المسائل، خاصة كل وزارة بوزارتها، وزارة النقل مفتشيتها، والأمانة مفتشيتها. وفي حال إصرار وزارة النقل على استثمار جوانب سكك القطارات، فإن القطارات ستواجه المزيد من الصعوبات، فأحيانا يضطر سائقو القطارات إلى النزول وتنظيف سكك تغطيها أكوام النفايات. وبحسب مجلس محافظة بغداد، فإن محرمات الطرق والسكك الحديدية لا يجوز استثمارها أو البناء عليها، وإن الفرص الاستثمارية تخضع لشروط وضوابط أبرزها عدم التأثير على التصميم الأساسي للمدن. الناس هنا قدموا شكاوى إلى الجهات المعنية وعازمون على منع تحويل جوانب سكك القطارات إلى عشوائيات تجارية تؤثر على التصميم الأساسي للأحياء السكنية. لشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد.